مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في التاسعة مساء. في حلقة اليوم من التاسعة مساء نتطرق للمواضيع التالية: تحوير وزاري يثير الجدل وردود افعال متباينة في الساحة السياسية، حملة يزي تخنقنا ومطالب بغلق شركة السياب بصفاقس. للتواصل والتفاعل معنا نفس وسائل الاتصال موقعنا على شبكة الانترنت www.التاسعة.tv ولا صفحتنا على الفيسبوك التاسعة ولا شان اليوتيوب التاسعة. احنا معنا صلاح الدين جوزي. صلاح مساء الخير، مرحبا بك معنا في التاسعة مساء. سي عماد الحمام وزير التشغيل، مرحبا بك معنا سي عماد. مرحبا، توحشناك، عندك برشا على بلاتو. توحشك كلام طيب. عايشك. سفيان طوبان رئيس كرة الاتحاد تونس، مرحبا بك معنا في التاسعة مساء. من شق شنو هذا يا برهان نسميوه؟ هذوما التحالف الحكومي. هذوما التحالف الحكومي، مش في شق من الشقوق. سي سفيان بلا شق، سي سفيان فوق الشقوق. كلام هذا. سي عبد العزيز القطي نائب مستقل، مرحبا بك معنا في التاسعة مساء. دارس اقليليه ممتازه. ها مريحه مريحه مريحه. سمير الشيفي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل، مرحبا بكم معنا في التاسعة مساء. ابراهيم سايس ماشي غدوه ماتش الكويب ولا لا؟ انا قبل ماتش الكويب عندي اليوم رهان اختار. ايوه جاي لهنا، مانيش عارف شكون توا بوه بي ينجم ينرفز عماد الحمامي. الهب عماد الحمامي اليوم تنرفز. صعيب ياسر، هذا تحدي كبير. صعيب ياسر، انا اكد لك تقصر الاختيار هذا. سي عبد العزيز ارجوك ارجوك. السمير لا اقدر عليه. سي سمير عشان محاولات اليوم ريتو مره تنرفز في الحوار الوطني. اها ابو مش في التلفزيون. صعيب هذه لقطات مش في الاوف هذه. وكاد معناها الجلسه معناها تنفلش بجد. هاي لولا بعد حاولنا انه نهدئ الاوضاع. سي عماد، انا حضر لحد اخر، انا حضر معايا. مستحيل تخيلوا في عركه سي عماد مثلا، منحي الفيستا وسيب ونعمل. مستحيل ما ذكرش انا ما ذكرش. هاي نمشيو، قبل نمشيو المحاور نتاعنا نشوفوا اخر اخبار العمليه العسكريه الجديده اليوم في جبل سمام. يلتحق بنا مراسلنا بالقصرين سي محمد زاروقي. محمد مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير محمد، لو تعطينا اكثر تفاصيل على العمليه. نعم معز، العملية تقريبا تم التخطيط لها منذ مدة على أثر يعني رصد لتحركات مجموعات إرهابية بمنطقة جبل السمامة. يعني تعلمون في القصرين دائما هناك مراقبة مكثفة، خاصة باستعمال يعني الطائرات، يعني طائرات المراقبة وغيره من أجهزة المراقبة العسكرية. على أثر هذا تتحصل يعني الوحدات العسكرية على معلومات مفصلة، ثم تتنقل إلى الأماكن التي تتحصل بها الجماعات الإرهابية. عملية اليوم انطلقت ليلة البارحة بعد الساعة الواحدة تقريبا، أين يعني اتجهت وحدات خاصة من الجيش الوطني فجر اليوم، يعني دخلت في اشتباكات مباشرة مع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. يعني تتواصل تقريبا هذه العملية إلى حد الساعة. هناك يعني أخبار متواترة عن سقوط عدد من الإرهابيين، عددهم يعني يتراوح ما بين 3 إلى 5 عناصر إرهابية. هذه الأخبار لم تتأكد يعني بشكل رسمي، لكن يعني هناك دائما مصادر يعني تفيد بسقوط عدد من الإرهابيين في جبل سمامة هذا اليوم. على المستوى العسكري ليس هنالك يعني ربما مخاطر، فقط يعني أصيب عنصر عسكري بإصابة طفيفة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الجهوي القصري لتلقي العلاجات اللازمة. نذكر أيضا أن هذه العملية تزال متواصلة، وربما يعني ليس هنالك ما يدعو إلى التخوف، لأن العملية استباقية وربما مدروسة من الجهات القائمة عليها بشكل واضح. واضح، شكرا لك مراسلنا من القصرين محمد زروق على كل هذه التفاصيل. مباشرة المحور الأول والتحوير الوزاري وما رافقه من ردود أفعال في هذا التقرير، ثم نعود. نهار الجمعة 24 فيفري، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي يلوح رسمياً بنية الاستقالة مع تحفظ على الأسباب، في وقت فات فيه الحكومة تلقيها أي طلب استقالة من أي من أعضائها. منه غدوة وفي حركة فاجأت الجميع بما فيها الأطراف الحاكمة، يوسف الشاهد يقيل عبيد البريكي ويعوذ بعضو منظمة الأعراف خليل الغرياني في إطار تحوير وزاري جزئي. ولا أعلام رسمي، أنا سمعت
كيما سمعت الناس وسائل الاعلام. انا مروح من البير وتليفون. خدمت اليوم انت سي عبيد؟ خدمت، مشيت للبير اليوم لانه المفروض كان عندي موعد مع السيد رئيس الحكومه. اتحاد الشغل يعقد اجتماع طارئ المكتب التنفيذي يعلن فيه رفض تعيين الغرياني في منصب وزير الوظيفه العموميه والحوكمه، ويطالب يوسف الشاهد بالتراجع عن هذا القرار. اعلان من الحكومه عن التنصل من وثيقه قرطاج واتفاق قرطاج. هذا التحوير هو تحوير جزئي ولا يستجيب إلى تقييم حقيقي للأداء الحكومي، والذي كان يجب أن يمس أكثر من وزارة. حمى التصريحات ما وقفتش بتواصل صدور بيانات عن كافة الأحزاب الحاكمة والمعارضة، كانت في أغلبها مستنكرة للخطوة الفردية اللي قام بها الشاهد. وثيقة كارتاج هي نص إنشائي، العمود الفقري الحقيقي متاعه والوثيقة الحقيقية هي رسالة النوايا اللي أرسلتها أرسلها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للسيدة كريستين لاغارد. الوضع وضع خطير في الوضع الاقتصادي في البلاد والاجتماعي، ويتطلب حوار حقيقي في المدة القادمة، ويتطلب تجاوز لهذا لعقلية الغنيمة. كان أحادي دون التشاور مع المنظمات والأحزاب الممضية على هذه الوثيقة، واللي احنا رينا فيه رسائل معاكسة اللي بيمكن أن يجب أن تكون عليه دعم الوحدة الوطنية ودعم التفاف الأطراف الموقع على وثيقة قرطاج. اتفاق قرطاج فيه زوج حوايج، فيه مضمون وفيه منهجية. المنهجية تقوم على التشاركين. السيد البارح السيد رئيس الحكومة قال أنه هو الدستور هو اللي يخليه يعمل، معناها يمارس صلاحيته وفق الدستور. إذا كان الدستور هو اللي مش نعتمدوه، ما عملنا اتفاق قرطاج الواجب حوار الوطني. وجانب هذا التحوير في الحكومة ثم وزراء آخرين ينجم يكون تحويرهم، كان المفروض يكون تقييم شامل ومتأني. رد الشاهد جاء سريع ويحمل تبريراته الخاصة، أهمها أنه هو صاحب القرار الفصل. السيد عبيد البريكي هو وزير في حكومة ككل الوزراء، لا أكثر ولا أقل. والعمل الحكومي سي حمزة فيه ضوابط، العمل الحكومي فيه نواميس، وقدرت أنه السيد عبيد البريكي حاد على هذه الضوابط وبالتالي قررت تغييره. احنا بعاد على التجاذبات هذية، الاتحاد التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، هذوما شركاء وموقعين على وثيقة قرطاج، واليوم تونس ما حاشتهاش بهالخلافات هذية. اليوم التوانسة اللي يستناو فينا ما هوش يستناو في هذا، يستناو مرة أخرى في الوحدة الوطنية. اجتماعات داخلية للأحزاب الحاكمة وتنسيقية بين النداء والنهضة خرجت برسالة واضحة. أكد الطرفان المتحاوران على دعم الحكومة، حكومة السيد شاهد، حقها في إحداث التحوير الجزئي، التحوير الوزاري الجزئي الذي حصل. أزمة بين الحكومة واتحاد الشغل بدأت المساعي حثيثة وواضحة لاحتوائها عبر لقاءات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للأمين العام للمنظمة الشغيلة، كل على حدة. صوت الحكمة والعقل هو اللي تغلب في الأخر، وبلادنا ماهيش ناقصة توترات، وروح المسؤولية العالية يلزمها تكون متوفرة عند الناس الكل. تحوير وزاري جزئي يشوف رئيس الحكومة تصويب العمل فريقه، وتراه المعارضة ضرب الوثيقة قرطاج اللي هي ركيزة التوافق والوحدة الوطنية. فهل تنجح الأطراف مجتمعة في تجاوز هالأزمة؟ نبدأ بك سي عماس، ما كانش من الأجر أن يستشير سيد رئيس الحكومة الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج قبل قيام بهذا التحوير الوزاري الجزئي؟ أول حاجة حبيت نحيي أبطالنا في جبل السمامة على العملية الاستباقية، واللي واضح فيها حسن التخطيط واختيار الوقت وأيضا التنسيق مع الجانب الجزائري، وإن شاء الله باستمرار المؤسسة العسكرية تقوم بدورها، وشعب التونسي يساند المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في حربنا ضد الإرهاب اللي هي الأولوية الأولى لإعلان قرطاج ولما صار حكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة. بالنسبة لتعديل الوزاري اللي هو كان جزئي، وكان السيد رئيس الحكومة في الحوار اللي قام به يوم الأحد جاوب على السؤال هذا نفسه، جاوب على السؤال هذا بأنه الالتزام بوثيقة قرطاج قائم، وهو اللي على أساسه تشتغل حكومة الوحدة الوطنية. ولكن حكومة الوحدة الوطنية ما عندهاش فقط إعلان قرطاج، عندنا الدستور اللي هو الأساس الأول،
عندنا وثيقة قرطاج، عندنا البيان اللي على أساس وقع تزكية حكومة الوحدة الوطنية من طرف مجلس نواب الشعب، وعندنا البرنامج اللي أعلن عليه السيد رئيس الحكومة يوم 14 جانفي في ذكرى السادسة للثورة. كل هذا ينظم عمل الحكومة، وتعديل الجزئي اللي وقع معناها كانت حالات مختلفة متاع ثلاثة وزارات فقط، ما كانتش عملية متاع تقييم أو محطة أو ما كانش مبرمج من قبل، يعني ما كان يعني تي با كاستيون أنه مش يعمل تعديل وزاري. معناها اللي استعجل الأمر ربما هو الحوارات المتعدة والتصريحات المتكررة اللي قام بها السيد عبيد البريكي في 48 ساعة اللي سبقت التعديل الوزاري، شغور متاع وزير الشؤون الدينية من قبل، ومسألة تغيير كاتب الدولة للتجارة، مسألة هذيك صارت في إطار ربما معناها معالجة وضع يتعلق من جهة بالفريق المستشارين متاع السيد رئيس الحكومة، ومن جهة أخرى ما يتعلق بالدمج وزارة الصناعة والتجارة اللي حصلت فيه صعوبات في الأشهر الفارطة، وما يمسش بالمرة الأداء متاع السيد فيصل الحفيان اللي عنده الآن دور ربما معناها يتعلق برأس الحكومة وفي القصبة مع السيد رئيس الحكومة. السيد رئيس الحكومة قال أنه فما ضوابط، فما ربما تصرف قام به السيد عبيد البريكي قد يكون هو نفسه الآن ربما افيك ريكول راهو حس اللي ما يلزمش وزير يتصرف بالطريقة هذيك. معناها أنت مش تستقيل ولا ماكش مش تستقيل، مثلا بينك بين رئيس الحكومة بعد الاستقالة ربما نمشيو الوسائل عليه، بعد الاستقالة ربما نذكروا الأسباب، يكون فما جانب متاع تحفظ حتى أشهر بعد الاستقالة، يعني فما طقوس في العمل الحكومي وفما مستوى متاع أخطاء يرتبط بمستوى المسؤولية. يعني الغلطة اللي يعملها تلميذ في القسم مش كيما غلطة متاع الأستاذ، غلطة التلميذ ربما على مستوى هو فقط، بينما الأستاذ كي يغلط فما قسم كامل ربما يتمس بال غلطة الوالي مش كيما غلطة الوزير، وغلطة الوزير مش كيما غلطة رئيس الحكومة، وغلطة رئيس الحكومة مش كيما غلطة رئيس الجمهورية. المسألة بهذا ما تمسش في شخص السيد عبيد البريكي، ما تمسش، ما هيش تقييم لأدائه، ما فيهاش رسالة لحتى عائلة سياسية، ما عندهاش علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل، وما فماش مساس بالجوهر متاع وثيقة قرطاج. الحكومة برنامجها هو اللي أعلن عليه السيد رئيس الحكومة بالنسبة للأشهر القادمة يوم الأحد، والحوار كان برمج من قبل، كان فريق الحكومي الكل يعد ليه منذ أسبوعين، والمحطة كانت هي ستة أشهر بعد انطلاق عمل الحكومة. شنو البيلون تاع ستة شهور وشنو الأولويات متاعنا خلال معناها سنة 2017، واللي مش يكون العمل فيها بالاشتراك وبأسلوب تشاركي بالأساس مع الأطراف الاجتماعية، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وأيضا مع التسعة أحزاب اللي ممضي على وثيقة قرطاج. وحتى إذا كان في اليوم عندنا زوز أحزاب انسحبوا من هذا الاتفاق، الباب مازال مفتوح وممكن يرجعوا، وأيضا الباب مفتوح لغيرهم باش يلتحقوا بالدينامية هذه متاع الوحدة الوطنية، لأن احنا كحكومة مدين يدينا للجميع سواء كان في الحكومة وإلا في المعارضة، ومدين يدينا للجميع باش مع بعضنا فما إصلاحات مرة محكومة علينا كتوانسة باش نشرعوا في معالجتها. ما عادش تستنى، إذا كان احنا نستنى وراهي تونس ما عادش تستنى، ومطلوب باش جميعا كل واحد يعطي رأيه، مختلفين في أشياء متفقين في أشياء أخرى، متناقضين في مواضيع أخرى، ما زالت مش تصير مشاكل،
مازال مش يصير احتقان بين ترابيدهم شكلين الحكومة الوحدة الوطنية. ربما غدوة تصير مشكلة بين النهضة والنداء، ربما بعد غدوة تصير مشكلة مع المبادرة ولا مع أفاق ولا مع المسار ولا مع اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ولا مع اتحاد الفلاحة والصيد البحري، لأن قادمين على مواضيع صعبة، مواضيع صعبة والحل متاعها مش يكون سهل. ربما واحد هو إرث متاع 60 سنة اللي وصل باش البلاد هذه يقوم فيها ثورة. الحكومات السابقة بارك الله فيهم قاموا كل واحد منهم نجح في أشياء وأخفق في أشياء أخرى، ولكن تونس ما عاش يلزمها تتواصل تسير بنفس الطريق. وفي هذا السياق السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. اليوم موجودة الحكومة هذه، يا إما مش تعالج المشاكل الحقيقية والهيكلية اللي موجودة في تونس بالتوافق بما يرضي الجميع، وفي المنطلق قد نكون مواقفنا حتى متناقضة في هذا الملف أو ذاك، ولكن الحل راهو في الوسط. واليوم حكومة الوحدة الوطنية عندها رؤية منطلقة من المخطط اللي ما وضعتهوش هي، منطلقة من أشياء معناها وقع المصادقة عليها اللي قانون المالية 2017، ولكن أيضا عندنا مؤسسات دستورية، عندنا إعلام، عندنا رأي عام، عندنا شركاء اجتماعيين اللي هما اليوم شركاء سياسيين في هذه الحكومة، ولكن ما فقدوش معناها هويتهم الاجتماعية. ومطلوب التوازن، مطلوب التوازن في البلاد هذه بغاية أن نقوموا بهذه الإصلاحات. لو كان جاء تفكيرنا غير هذا، لو كان جات فما حسابات لدى السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو لدى الوزراء اللي بكلهم يرجعوا لأحزاب في 2017 مش تتنافس على الانتخابات البلدية وفي 2019 مش تتنافس على الانتخابات التشريعية والرئاسية، لو كان عندنا حسابات تو ما ندخلوا في حتى واحد من الملفات هذا. نقعدوا تحبوا زيادات تفضل، تحب عندك المطلب الفلاني تفضل، هذوما متغشين رضيهم، المشكل هذا رقد غادي، أجل هذه، اعمل هكا وخلي البلاد توصل حتى ل 2017 نسلكوها في الانتخابات البلدية، وبعد نزيدوا شوية تصبير نسلكوها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. دونك احنا الحكومة هذه عندها أمانة مكتوبة في وثيقة قرطاج، تحب تأديها، والأمانة هذه صعبة لأن فيها ملفات حارقة، ولكن الملفات هذه هي اللي ينتظروا فيها التوانسة. محاربة الإرهاب هو الأولوية الأولى، مقاومة الفساد راهي حرب أصعب من الحرب على الإرهاب. مش حكي فيهم هذا من كل بعد قليل في الحوار. التشغيل اليوم التوانسة يحبوا على التشغيل، الصناديق الاجتماعية كان مش نقعدوا نتفرجوا فيهم حتى غدوة ما يلقى حتى واحد منا، ومش بالفايدة احنا، بالفايدة كل الزوالي والجهات الداخلية والمرضى والمتقاعدين وغيره. هذه هي الملفات المطروحة الآن. اليوم قد يكون فما اختلاف بين الحزب هذا والآخر في الرؤية، قد يكون فما اختلاف بين الأغلبية والمعارضة في الرؤية، قد يكون اختلاف بين الطرف الاجتماعي اللي يدافع على الشغالين والطرف الاجتماعي اللي يدافع على المؤجرين. احنا دورنا كحكومة أن ندير العملية هذه وأن نوصل النتائج. واضح. صوفيان من الأول نرجع لتحويل الوزيري، نحكي على تحويل الوزيري. من الأول سيد حافظ قايد سبسي خرج تدوينة قال فيها تفاجئنا من هذا التحوير الوزيري ولم يقع الاستشارة متاعنا، وبعد ساعات خرجتوا ببيان مشترك مع حركة النهضة قلتوا فيها بينكم تساندوا الحكومة. شنو اللي صار بين التدوينة الأولانية وبين الاجتماع مع حركة النهضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة من نجوش في البداية من نجوش تحية لقواتنا المسلحة اللي شاركوا في العملية هذه الاستباقية منذ فجر اليوم، وأيضا نحب نتمناو الشفاء العاجل لأحد أعضاء قواتنا المسلحة اللي تعرض اليوم الإصابة على مستوى الساق، زاد نتمنوا له الشفاء العاجل. احنا ما تغيرش الرأي نتاعنا، احنا الرأي اللي أعلنا عليه حافظ قايد سبسي منذ صباح التحوير قال لم يقع استشارتنا، هذاك هو اللي قلناه في البيان نتاعنا، وهذاك هو زاد اللي لاحظناه حتى في البوان دو بريس اللي عملناه احنا وخيانا من حركة النهضة اثر الاجتماع، وقلنا لم يقع استشارتنا، هذا ما تبدلش راهو. اما هذا ما يعنيش اللي احنا ما وقعش استشارتنا باش نجبدوا دعمنا لهذه الحكومه ولا باش نتنصلوا من الحكومه ولا كذا. هذه حكومه الوحده الوطنيه هي حكومتنا كغيرنا من الاحزاب والمنظمات الوطنيه اللي مشاركه في والممضي على وثيقه كارتاج. مش معناها اذا قلنا ما وقعش استشارتنا اذا فما
هذا فما مشكل. بعد سمعنا السيد رئيس الحكومة في الحوار نتاعو ووضح يقول ما نجمش نستشير لأنه أول حاجة ما هوش تحوير بقدر ما نعتبروه سد شغور أكثر منه تحوير. ولك فعندي زوز زماكن فارغة والمكان الثالث نتاع كتابة الدولة. ولك راه التحوير يلزم يسبقه تقوية تقييم ويلزموا حوار ونقاش والالتزام بما جاء في وثيقة كارتاج خاصة في النقطة الأخيرة متاحة اللي تدعو إلى التشاور قبل القرارات الكبرى وكذا. إذا فما تحوير وزاري يقول بطبيعة الحال مش يكون فما أولا عملية تقييم ثم عملية استشارة الأطراف الموقعة على وثيقة كارتاج. وهذا أيضا ما ذكرناه حتى في بياننا كحركة تونس وقلنا ندعو اللي الاجتماع الأطراف المكونة لوثيقة كارتاج والقيام بعملية تقييم حتى لعمل الحكومة. واضح عبد العزيز عملت تدوينه قلت فيه هذا حكم العائله والنهضه هكا مدخل العائله والنهضه في التحوير وزاري جزئي صغيري مس زوز ولا ثلاثه وزارات. لا لانه هو قبل ما نبداو نحب نوجه تحيه الى قواتنا المسلحه والى كل من هو بصدد المساهمه في هذه العمليه الكبرى. وهذا دليل على ان قواتنا المسلحه اليوم عندها جاهزيه كبيره وقادره على التصدي والاعمال الاستباقيه. ربي يحميهم وربي يشفي الجندي المصاب. بالنسبة للموضوع متاع التحوير يعني أظن أنه المسألة والكلام اللي كنت نسمع به سيد الوزير أنه كأنه فما عملية كتسطيح للعملية وإلا عدم النظر في العمق متاع ما وقع وما حدث. وأنا أعتبر والعديد من الملاحظين يعتبروا أنه مسألة التحوير اللي صارت ما هيش بريئة وما هيش معناها لسد شغور متاع زوز بلايس. يعني هناك إقالة لوزير موجود صحيح تنجم تقول خرج على نواميس العمل الحكومي وإلا لوح بالاستقالة قبل بنهار، لكن ما نتخيلش أنه اللي قالوا يلزم ناخذ قرار إقالته وقتها. كان نجمو ننتظر شوية. هذه الأولى. وإذا كان مش نحكيه على النواميس هنا ماذا بينا لو كان طبقنا النواميس نتاع العمل الحكومي وقت اللي تمت ونعتبرها كيف كيف نفس العملية إقالة سعيد العايدي في الحكومة الأولى وعدم وجوده في الحكومة الثانية بقطع النظر على أداء وبقطع النظر على أنه مش ندافع عليه. أما لكن إذا كان مش نحكيه بمنطق النواميس نتاع العمل الحكومي سعيد العايدي فتح ملفات وكان فما راي عام لربما مرتاح للملفات اللي فتحها وكان بين الأمكن إبقاؤه في الحكومة هذه نظرا لاستمرارية الدولة وللنواميس اللي يحكي عليها. المسألة الأخرى أنه اليوم نسمع السيد الوزير يقول أنه نحب نشتغلوا باختلاف. أنا ما نشوفش أنه إذا كان مش نعمل تحوير وزاري من نوع هذايا وإقالة سي عبيد البريكي وتسمية المشكل في من تم تسميته لأنه نجم نقيله وزير اللي هو سي خليل الغرياني واللي سي خليل الغرياني عنده علاقه بالاتحاد العام التونسي للصناعه والتجاره صحيح، ولكن خرج الاتحاد العام التونسي للصناعه والتجاره وقال انا راهو لم اعين ولم اقترح اسم سي خليل الغرياني. الكريتير الوحيد اللي بقي صحيح هو رجل خدم في المساله في مساله الحوار الاجتماعي وعنده خبره في مساله المفاوضات. اما لكن أن يكون على رأس وزارة الوظيفة العمومية هذا يعتبر استفزاز واستفزاز مباشر لشريك في الحكم معك اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل، مع أنه سي عبيد البريكي هو ذو خلفية نقابية ويتسمى ود الاتحاد حتى وإن كان الاتحاد غير مشارك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحكومة وسي عبيد هو بشخصه. يعني فما استفزاز وفما استهداف. واحنا اليوم مانيش باش ندافع على الاتحاد انا، اما لكن احنا عندنا وثيقه قرطاج اللي فيها معناها لي زابيسي نتاع الاتفاق الاول وحكومه السيد يوسف الشاهد جات باتفاق قرطاج. لو كان مش الاتفاق نتاع قرطاج تكوين الحكومه ما يصيرش، وكل الوزراء تم التشاور عليهم مع كل الاطراف اللي امضات اتفاق قرطاج من بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني سيوسف الشاهد وجوده ووجود حكومته مرتبط بوثيقة قرطاج ومرتبط بالتشاور والاتفاق بين كل الأطراف. يعني اليوم وقت اللي سيوسف الشاهد ولو أنا نحترم أنه عنده صلاحيات الدستورية صحيح وعنده بالدستور أنه يتصرف والمجال أنه يقيل
أما لكن ما ينجم يصير شيء هذايا، وما نجم اليوم نحكيه على تغيير في تسيير البلاد وأنه نقوله اللي هذه أمانة صعيبة، واللي اليوم رأوا فما كما قال سيد الوزير فما قرارات موجعة، رأوا القرارات الموجعة والإصلاحات الكبرى وكل ما تريدون فعله يلزم يصير داخل أطر التشاركية والتشاور مع كل الأطراف. لأنه إذا كانك أنت اليوم تقول إحنا من بيناتنا تناقضات، وأنا أستغرب كيفاش تقول أنه في المدة القادمة ما زالت تمشي وقع احتقان ما بين الأطراف، نجم ما بين الأحزاب ونجم مع المنظمات، وعليش يقولوه الكلام هذا؟ وعليش مش يصير الاحتقان؟ إذا كانك أنت اليوم عندك برنامج، واللي إحنا إلى حد الآن حكومة الوحدة الوطنية ما زلنا ما نعرفوش برنامجها، لأنه كل ما قاعد يصير وكل القرارات اللي قاعدة تتخذ هي ردود فعل من أجل إرضاء البنك الدولي وإرضاء صندوق النقد الدولي، واللي أنا راه مش ضد التعامل معهم، أنا ليبرالي ويجب التعامل مع الصناديق هذه، أما لكن مش معناها أنه اليوم كل الإصلاحات اللي مش نعملوها من أجل أنه نلحقوا باش ناخذوا الترونش الفلانية ولا الترونش الجاية ولا الترونش اللي بعدها. وهذا دليل على أنه الحكومة هذه تفتقر إلى برنامج، وهذاك علاش ما نجمتش تلم كل الأطراف معاها، وما نجمتش تلم الأحزاب، وما نجمتش تلم المنظمات الكبرى باش تقول لها ما هو البرنامج متاعي وهي الإصلاحات اللي مشي نعملها على مدة عام واثنين وثلاثة سنوات ولا أربع سنوات، واعطيوني رأيكم وخليونا نتفق على المشترك اللي ما بيناتنا وعلى القواسم المشتركة، واعطيوني شنية النظرة متاعكم في برامجكم انتوما وفي مقترحاتكم، وهكاك نجموا نخرجوا بخلاصة تحترم وثيقة قرطاج، تحترم الدستور وتحترم الشراكة اللي موجودة ما بين الأطراف هذية، واللي اليوم بلادنا في أمس الحاجة لها، لأنه الـ 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 المكسب السياسي اللي عملناه والتوافق السياسي اللي صار، وإذا كان ما زلنا اليوم نحب نكملوا بمنطقة التوافق بعد ما تهنينا على السياسي، واللي اليوم السياسي أصبح مهدد بالوضع الاقتصادي الحرج اللي فيه البلاد، إذا كان اليوم ما نقعدوش على الطاولة وما نعملوش توافق سياسي وما يصيرش حوار وطني مفتوح بين جميع الأطراف باش نشوفوا وين ماشيين، شنو هي الإصلاحات، شنو هم باش نتصرفوا، أنه النقد صندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي هما الخيارات الوحيدة، هل أنه فما خيارات أخرى، هل أنه فما مقترحات أخرى؟ الواش أنت عندك تسع أحزاب وثلاثة منظمات، شنو اللي تعمل بهم؟ إذا كانك أنت اليوم تجي تاخذ قرارات كما هذه وتضرب عرض الحائط، شو راه يعمل يمشي لتسع أحزاب يشاورهم بالتسع أحزاب بالواحد بسبع أحزاب بالواحد بالواحد يفتح حوار على باش يبدل وزير، مش باش يبدل وزير، سامحني مش على مش حكي على الوزير، انا نحكي لك على مستوى البرنامج الاقتصادي، انا نحكي لك على الوزير شو يعمل، الوزير يتشاور معاهم بيصير يتشاور معاهم، انت اقلت يا عبيد البريكي مبروك عليك، اما لكن تسمي بعد ما تشاور مع كل الاطراف، راهو مش يسمي فلان ولا فلان ولا عندي الخيار الفلاني، خليت له مصلحيته، خليت له مصلحيته، عنده حكومه، رئيس حكومه، رئيس حكومه راهو يحكم، رئيس حكومه لا يمكن انه يتصرف خاصه في مساله الوظيفه العموميه بالطريقه هذه، المساج واضح، هو اش حاب يعمل، هو حاب يعمل لانه شايف انه سيناجي جلول وقت اللي وكانه عمل برات فير شويه مع الاتحاد، الكوتا طلعت وفي اللي سونداج ولا الاولاني، حب هو يقول لك خليني نعمل برات فير مع الاتحاد، انا اعرفهم كيف يفكرون، رئيس الحكومه نظرا لرصيده نضالي ضعيف وانه ما عندوش ممكن معناها قابلية كبيرة يقول لك مازلت على الأول وكذا، خليني نستغل الفرصة متاع أني نخلق مواجهة مع الاتحاد، لأنه لربما الرأي العام مش يقول يعطيه الصحة، والله خذا عنده الجرأة وعنده القوة، هي ما جبتيش على سؤالي، ما جبتيش على سؤالي يا سيد العزيز، دخل العائلة والنهضة في التحليل العائلة المزيد. لأنه تزميتي صغير الغرياني ولد أخت طبيب الشخصي لسيد رئيس الجمهورية اللي هو صهره، اخي شنو اخي مش يقولوا مش والتسميات كيفاش قاعده تصير الان؟ قاعده تصير بالطريقه هذه، لانه اليوم اذا كان عندك قرابه برئيس الحكومه ولا عندك قرابه، وفما العديد من الاقرباء موجودين في الحكومه، اذا كان عندك قرابه برئيس الجمهوريه تتسمى وزير، فماش حاجه اخرى، ما فماش حاجه اخرى، انا احكي لك على بعض الوزراء هذا المنطق موجود، هذول يطلعوا الكل فرد علاش سخرين الغرياني
وعلاش لما يتم التشاور عليه؟ بالحق ولدغت الطبيب راهو بعيد شويه راهو يجي. هو صغير الغرياني طالب راهو ولدغت الطبيب. صغير الغرياني. اه طبيب يجي راجل بنته اه هي هي معقول معقول. لا لا سعيد غلط راه طبيب يجي راجل بنت سيدي. ولد اخت الطبيب يجي صغير الغرياني. رئيس الحكومه ما قالوا من عائله. اي بالفعل هو قريب. طبعا هكاك كيف كيف. حتى صغير الغرياني قريب. وصغير الغرياني وصغير الغرياني كان طلب انه يكون وزير وطلب حتى من حكومه السيد حبيب الصيد ووقعت العديد من التدخلات لذلك وتم رفض ذلك. اليوم جات الفرصه هذه ينجم يسميه صغير الغرياني على روسنا وينجم يكون وزير وهو رجل كفه، اما لكن موش بالطريقه هذه لاستفزاز الاتحاد. خلينا نسمع الاتحاد حاضر معنا في مشكل مع اتحاد عام توسيل الشغل. اي الاتحاد عام توسيل الشغل يعطيك الكلمه السفير السفير لبس الندى الصحفي من كان موقف حاد حتى تدوينات على الفيسبوك سامي الطاهر قال الرس صفوف معناه وكان هناك معركه معناه. بعد لقاء سيد نور الدين طبوبي برئيس الحكومه اصبح الموقف يتجه اكثر الى الهدوء وطلب العقل احكام العقل والرصانه. شنو اللي تغير في موقف الاتحاد ما بين ما قبل لقاء رئيس الحكومه وما بعد لقائه؟ يعني خلينا نحلل مساله التحوير الجزئي الاخير الذي اقدم عليه السيد رئيس الحكومه من كل ابعاده السياسيه في توقيته في منهجيته في مضامينه. احنا نعتبر وانه هذا التحوير الجزئي جاء مفاجئا في توقيته باعتبار وانه كل المعطيات وكل المؤشرات كانت تدل وان هناك تفكير في تحوير سيشمل اكثر من حقيبه، وهذا التحوير سيكون موضع مشوره مع الاحزاب الحاكمه على الاقل والأطراف الاجتماعية التي وقعت على وثيقة كارتاج في إطار المشورة وليس في شيء آخر حتى لا نحمل ما لا نحتمله. هذا لم يحصل. في محتواه كان يمكن إذا كان صار إشكال في التواصل في العمل ما بين الأستاذ عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق والسيد رئيس الحكومة أو لست أدري مع من كان الخلاف، كان يمكن أن نتريث قليلا وأن يستمع إلى السيد عبيد البريكي وعندئذ يقرر ما يراه صالحا السيد رئيس الحكومة في موضوع تفكير عبيد البريكي بالاستقالة. كان عنده موعد نهار السبت نهار الخارج وهو كذلك وكان سيد رئيس الحكومة له مطلق الحرية بقوة الدستور وبالنظام الداخلي اللي يحكم العلاقة ما بين رئيس الحكومة ووزرائه أن يرى ما هو مناسبا، وهذه المسألة يجب أن تكون واضحة باعتبار أنه سيد عبيد البريكي عبر صراحة بأنه مش يقدم استقالته إلى السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين. فالاستعجال في الاستباق بشكل رسمي لدى البعض المحللين ويمكن يكونوا مقربين منه قد يكون مظهر من مظاهر هيبة الدولة أو لست أدري ماذا، والحال وأنه هذا الاستباق لا يعكس في شيء القوة والهيبة، بل على العكس من ذلك فأنه يؤدي بالضرورة والنتيجة قدامنا إلى الارتباك والتسرع، وعادة ما يكون الارتباك والتسرع له نتائج غير متوقعة وغير محسوبة، ولنا في التاريخ عديد الأمثلة في ذلك، وكلنا يعلم قصة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران ووزير الدفاع جان بيير شيفرمون لما وقع خلاف في التقييم بين وزير الدفاع ورئيس الجمهورية الفرنسية حول مشاركة فرنسا المباشرة في العدوان الثلاثيني على العراق الشقيق، فعبر عن استقالته وقابلوا فرانسوا ميتيران وتحدثوا إياه بعد لما أصر قبل الاستقالة وأفير إكلوس. بالتالي هذا التسرع أدى إلى أخطاء أخرى، هذا التسرع أدى إلى توجيه رسائل وإحنا فهمناها كذلك ولا يمكن أن تفهم إلا على النحو الذي حلله الجميع، وهو أنه ابتعاد عبيد البريكي وهو حر، معناه عبيد باش يكمل في
الحكومة يستقيل، السيد رئيس الحكومة حر باش يثنيه عن استقالة ويقنعه أو يقبل استقالة، هذه مسألة لا دخل للاتحاد فيها. ولكن وين يولي الإشكال؟ يولي الإشكال لما على المستوى المضمون أن يقع تعيين فجئي وسريع ومتسرع لشخص نحترمه كشخص، لأن ما عندناش إشكال ذاتي معاه، هو السيد خليل الغرياني كرجل أعمال معروف لدى القاسي والداني، خلفيته الفكرية وتوجهاته في علاقة بالوظيفة العمومية وفي علاقة بالقطاع العام وفي علاقة أيضا بالتمشي اللي حاول معناها عديد الدوائر الأجنبية أنها تفرض فرض في خياراتنا معناها الاقتصادية وتوجهاتنا التنموية، وبالتالي عند إذن يصبح معناها الاتحاد في موضع الإشكال. يعني اليوم هذه رسالة غير ودية للاتحاد، وكأن إعلان للحزم إزاء تصورات ورؤى واقتراحات الاتحاد اللي قائمة على اعتبار القطاع العام هو مكسب وطني لشعبنا، لابد من المحافظة عليه، لابد من تطويره، لابد من إعادة هيكلته بما يضمن حوكمة رشيدة فيه حتى يقود قطار التنمية في البلاد وداخل المدن. جي معناها نلقى هذا الوضعية قدامنا، ومنحبش نزيد نتوسع في التحليل. كاتب دولة للتجارة معناها كان اقتصر الوضع كذلك، يمكن قلنا سيون مالادريس بوتاتر ما فيهاش برشا خلفيات وما إلى ذلك، لكن شنو معناها التحوير لآخر كاتب دولة للتجارة معناها كذا. والحال وأن عندنا تقييم يعرف الجميع بأن هناك عديد من الحقائب اللي الأداء فيها دون المتوسط وضعيف وضعيف جدا. كما شنو مثلا؟ خلينا تو نمشي في المنهج. تو نجيو التربية تو نفردها بمعنى حديث الصراحة، حديث المسؤولية، حديث الحكمة، إذا كان نلوجوا على مصلحة بلادنا ونلوجوا على الاستقرار ونلوجوا على النجاعة. ما عندناش مشكلة في الجانب هذايا حتى نعطي لقيصر ما لقيصر وما لله لله. جي في المنهجية، وخطأ فظيع على المستوى المنهجي. على المستوى المنهجية نحن لا نجادل، السيد يوسف الشاهد باعتباره رئيسا للحكومة وله كل الصلاحيات الدستورية ليمارس سلطاته وفق ما مكنه إياها الدستور، بل العكس من ذلك، نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل حريصين كل الحرص على أن يكون مؤتمنا على تلك المسؤولية وعلى تلك الصلاحيات التي وفرها له الدستور، وخلاف ذلك يكون الإشكال. ولكن اليوم خلينا نحط رواحنا في الوضع الاستثنائي والوضع اللي توجد بعد انتخابات 2014 وبعد حكومة الأولى بتاع السيد الحبيب الصيد والثانية والمبادرة السيد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التي جاءت في توطئتها بأن الوضع لم يتقدم في الاتجاه تحقيق أو الشروع في الاستجابة لتحقيق مطالب شعبنا وثورته، ثورة الحرية والكرامة، وكل المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية التنموية وما إلى ذلك الكل في حالة تدهور. واقترحت تلك المبادرة الحوار من أجل إيجاد مخارج توافقية مستندة إلى شرعية انتخابية مسنودة ومدعومة بالشرعية التوافقية. وعمل الاتحاد والمنظمات الاجتماعية الأخرى وأكثر تقريبا من 9 أحزاب الليل والنهار طيلة تقريبا الشهر والنصف الشهر لصياغة هذه الوثيقة. وهذه الوثيقة التي قدم الاتحاد بعد دراسات أنجزها أكثر من 20 خبير في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها،
ورقة عمل وكان جزء مهم من ورقة العمل التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل مضمنة في هذه الوثيقة، وبالتالي على الأقل على مستوى المبادئ، على مستوى الأولويات، وعلى مستوى الانحيازات والخيارات الكبرى. وكان من ضمن هذه الوثيقة مبدأ أصيل ومعناها رئيسي واستراتيجي، هو البعد التشاركي الذي يجب أن يكون هو المخرج، هو الحل، هو الإطار الذي يؤمن تنفيذ هذه الوثيقة. فنفاجأ أنه حتى مجرد الإعلام بأنه لظروف طارئة راهو قررت باش نحدث تغيير معناها جزئي في الحقيبة الفلانية أو تلك الحقيبة، هذا لم يحصل. وبالتالي احنا نحب نكون واضحين في ظل هذا التقييم الشامل باش نكون واضحين مع بعضنا، هل نحن شركاء حقيقيين وفاعلون على مستوى رسم هذه الخيارات أم لا؟ إن كان هذه الشراكة تقلق السيد رئيس الحكومة فنحن لسنا طلاب المشاركة في الحكم ويعلمون ذلك جيدا، وبالتالي يجب أن تتوضح المسألة. وهك علاش الأخ سامي الطاهري في البوان دي براس اللي عملناها بعد اجتماع المكتب التنفيذي قالوا أن الحكومة هي التي تنصلت من وثيقة كارتاج ويبدو أنها لم تعد معنية بمنهجيات بمضم... ونختم في الجانب هذا. قلنا الاتحاد لابد أن توضح عنده الصورة، يا أما أن نكون شركاء أو نكون في مواقعنا الطبيعية، وعندئذ ستتحدد المسارات والعلاقات ومنهجية العمل، لأننا نرفض أن نكون عجلة خامسة لأي كان ومهما كان، لأن الاتحاد راه مش جمعية، الاتحاد منظمة كبيرة، الاتحاد من الجمش حتى أي متعنت مهما كان أنه يلعب بالاتحاد أنه يلعب بالاتحاد يلعب بالبلاد. وعلاش؟ ليس من باب الغرور بل بكل تواضع، الاتحاد هو اختزال لتراث وطني جامع اللي جمع فيه الوطنية الصادقة وكل الأفكار معنا الوطنية من يمينها من وسطها إلى يسارها كلها تربات واحتضنها الاتحاد. وبالتالي هذا الضمير الوطني الحي يجب أن يعرف الإخوة والأصدقاء والحلفاء والحكومة وغير الحكومة كيفاش نتعاملوا معاه، لأنه نحبوا نحافظوا على بلادنا باش ما نخليوش السقف اتحالينا، يزمنا نعرفوا نتعاملوا مع بعضنا. مورين سمعت الناس كل شنو رأيك؟ أعتقد أنه في مسائل شكلية متعلق بإقالة سي عبيد البريكي، التحويل الوزاري، هذه أعتقد أنها كلها قضايا شكلية غير ذات معنى مقارنة بالجوهر. في الجوهر عندنا مشكلة هيكلية، مشكلة أدوار ما بعد 2011 مثلا، تلخصها مفارقات في الجملة السياسية. نحكم كشركاء، هل يمكن للحكم أن يكون فيه شركاء؟ أعرفش، أنا نعرف الحكم هو ليلة السكاكين الطويلة. الفيورر العام في برلين ما فرش الروح والحكم إلا وقت اللي صفى الناس شركاء. أنا البلد تحتاج إلى ليلة سكاكين طويلة بالمعنى الرمزي في الإطار الديمقراطي، رد بالك، في إطار ديمقراطي حتى لا يؤول كلامي، سكاكين طويلة، أي سكاكين طويلة بالمعنى الديمقراطي في إطار ديمقراطي. رئيس الحكومة، لا هو رئيس الحكومة شو عمل لي أخي، وش عمل نهار لحد خرج شبه سكينة صغيرة لخصها بتلك القبضة التي ضرب بها يده على الطاولة قائلا أنا الوحيد الذي يحكم، رانا ما نجموش نحكموا الكلنا يهديكم. وكي يقول الكلام هذايا أنه بعد 2011 حصلت يعني حصل تمشي فيه الكثير من التداخل في الأدوار والفضاءات اللي حد لا يلام عليها، الاتحاد لا يلام أنه خرج من الثكنة متاعه وأصبح يمارس في دور سياسي وبوضوح. رد بالك، أنت استدعته في 2013 قلت له يجي حز العركة بيناتنا، قالت له النهضة يجي أجريلي يا حسين العباسي، جابت الإنقاذ يجي أجريلي ولا يعين، راه عمل هكا، خرج القبعة نتاعو، خرج حمامة اسمها مهدي جمعة، خرج حمامة اسمها حكومة جديدة بتاع الوعد، قالوا برا نمشيو بها في الوعد، تلوم عليه توا. عندنا أزمة هيكلية اليوم راهو في التساؤل على الأدوار والفضاءات، يعني مش قضية راهو غدوة الاتحاد كيف كيف باش يقعد يترصد فيك،
مش قضية انتقال عبيد البريكي ولا جيبان خليل الغرياني ولا جيبان ما نعرفش أنا، حتى وزير مستورد من 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 عند موغابي في زيمبابوي. مش المسألة غاديكا، المسألة اليوم قضية أدوار، وحان الوقت أنه نتحدثوا بكل الصراحة المطلوبة أن المنظومة السياسية القائمة التي أقمناها بكل نوايا طيبة على منطق الوحدة، وأن خيمة يدخلها الجميع، وأنت تعرف في معنى السلطة بمعناها التقني أنه الجميع لا يمكن أن يكونوا صاحب سلطة، يا أنا يا أنت. رئيس حكومة الآن قال أنا، أعتقد أنه سي سمير يبدو أنه قرر الدخول في هذه المعركة، في معركة أن أكون أنا السلطة اللي هي معركة تحتاجها للبلاد. أنا الاتحاد في بعد 2011 الحق يعني تبدل الدور سيفيني توا، أنا الاتحاد بالنسبة لي المصلحة تونس يتحول لحزب عمالي ونمارس الدور على قاعدة صحيحة في السياسة، وأنا بالنسبة لي الاتحاد عندما سيتحول لحزب عمالي يكون قد قدم لتونس أهم خدمة في مرحلتها السياسية الجديدة بأن يصبح عملية الفرز السياسي قائمة على وجود يسار ويمين، على وجود برنامج اجتماعي وبرنامج ليبرالي. ما ينجمش الاتحاد قولوا لي ثقة كارتاج شنو اليوم بكل وضوح راهو، هل الجو هذا الكل واضح راهو؟ لا قضية عبيد البريكي ولا شيء، إجراءات ليبرالية الحكومة مطلوبة تعملها ولا ستذهب ولا سترحل، ما عادش عندها وقت للتأخير. يوسف الشاهد عليك أن تبدأ بالإصلاحات العميقة التي ستضرب البعد الاجتماعي اللي قام عليه منوال التنمية منذ عقود. كل وضوحي ما نقعدوش نتزلبطوا ونعملوا والله ونحبوا الوثيقة والتوترات، هاي الصورة. يوسف الشاهد عليه أن ينفذ، هو واعي بالنسبة ليه البلاد مطلوب أنها تدخل للإصلاحات الجوهرية العميقة، صندوق الدعم، المؤسسات العمومية، التفويت، برنامج ليبرالي واضح المعالم، وقالوا هو عبر عليه نبدأ بالتفويت من البنوك العمومية، المؤسسات العمومية الفالسة هذية، وتسريح الخدامة. ما عندكش خيار، هذية باش تمارسوا في إطار الشراكة ما يجيش شراكتاش اتحاد عامة الشغل، ما يجمش يكون شيء في الحكاية هذية. ورطوا سياسيا، دخلوا في وثيقة كارتاج وتورط الاتحاد في ذلك، واليوم الاتحاد ما هوش عارف شي يعمل، ساقل قدام وساقل تالي. ورطوا في قضية عبيد البريكي، وأنا مع احترامي وتقديري حتى على المستوى الشكلي اللي مش نعلق عليه اللي هو مستوى عابر، لكن أعتقد أنه رئيس الحكومة ضربة معلمية سياسية الله غالب. سي عبيد تقريبا رغم أنه كان أستاذنا في في في, في المادية التاريخية والمادية الجدلية اللي جزء منها نعرف متى يكون الانقلاب، الانقلاب رغم ما يحصلش على مراحل كما الاستقالة، خلاف شل الانقلاب تركيا هو، وفرح عماد الحمامي ليلتها بالتاكيد. معلش فشل خاطر ما نعملوش احرار العالم على الديمقراطيه، احرار العالم الكل فرحوا. نفسر فيه تقنيا، خليني نجح ولا ما نجحش، انقلابات يلزمها تضرب بشكل صارم في توقيت مناسب وواحد، مش في اكثر من توقيت. فماش كيما الاستقاله، سي عبيد نهار الجمعه ساستقيل وباش نقابل السيد رئيس الجمهوريه. اش معناها الرساله اللي رسالها رئيس الشهاد؟ مش انا اللي نحكمها؟ معناها يستنى حتى رئيس الجمهوريه في الواحد؟ لا، طول ضرب عمل كيما هكا لعب، ليه رصاصة سياسية رمزيا تاع ضربة معلمية. برافو لرئيس حكومة بدأ يتدرب، وعنده الحق سي عبد العزيز، بدأ يتدرب على 2019، هو سئل على 2019 محلاه جاوبك الإجابة الرومانسية الشعرية اللي ما عندها حتى معنى، احنا ب 2019 خليه تونس باهية خليه، لا لا يحب يترشح لرئاسة الجمهورية في 2019 في إطار لعبة. خلينا نكون يا ولدي خلينا نلعبوا بأقنعة بدون أقنعة، والوضوح اللعبة غاديكا هي توا، وجزء منها انه يلزم يخوض معركه كسر العظام مع الاتحاد العام للشغل، لانه سيثبت للشركاء الدوليين لتونس انه الرجل القوي لتونس الذي يمكن ان نراهن عليه بالطريقه هذه، انه خاص انه راهن عليه. لا هكا هكا اذا كان انه راهن عليه، انا هكا نشوفها. لا لا انا نعتقد انه يريد ان يثبت للشركاء الدوليين، صندوق النقد تعرف راهو الشانسيلري تراقب في الوضع في تونس بدقه، رد بالك بدقه، هناك بحث عن الرجل القوي الذي يمكن ان يمرر الاصلاحات. متوفر هذا في يوسف الشاهد حسب رايك؟ هو يحاول، هو يتدرب، هو يتدرب. بوريان كلامك صحيح، هو يتدرب كلامك صحيح، لو كان جينا في نظام سياسي اخر وما كانش فما وثيقه قرطاج رد بالك، وكان حسب الدستور رد بالك في نظام سياسي اخر. سي عبد العزيز، سي عبد العزيز، سي عبد العزيز، وثيقه قرطاج هذه، وثيقه قرطاج، وثيقه قرطاج. انا شوف شفت وثيقه ذكرها، وثيقه المدينه، وثيقه الوثيقه اللي تعملت هذيك بتاع صحيفه اللي تعملت كذا، ومن بعد وقت اللي عملتها، وقت اللي عملتها
قريش لحصار النبي ومنعت على النبي الاكل والشرب والاقتراب من اهله. لا هذيك الصحيفه حتى لا 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 مستحيل مستحيل التنظيم مستحيل هذيك هذيك الصحيفه بتاع المقاطعه الصحيفه بتاع المقاطعه اكل يكلاها الدود ولم يبقى فيها الا باسمك اللهم. كرتاج نفس الحكايه راهو خلينا نكونوا واضحين متفاهمين. سي عبد العزيز انت اليوم عندك جزء كبير بالطيف السياسي في تونس مش وثيقه كرتاج الدستور طارح مراجعته طبعًا. المنظومه السياسيه النظام السياسي أنا اليوم قادمين على مرحله قادمه راهو يا اخي يوسف شاهد داخل في الكورسه للانتخابات الرئاسيه يقول ما يقول قائل شنو معنى الانتخابات الرئاسيه في المنظومه هذه؟ لا العباد تحب تبدل الدستور نحو صلاحيات اكبر رئاسه الجمهوريه اللعبه غاديك العقده غادي انت كم من جنرال اليوم عنده طموح في الحكايه هذه؟ قول الكلام هذا الجنرالات شادين الصف توا اشتغل امام الطريقه هذه سي يوسف الشاهد سي مهدي جمعه سي محسن مرزوق سي سليم الرياحي ومئات من الجنرالات اللي قاعدين يستناو سي منذر الزنيدي سي عبد الرحيم الزويري وهو يلعب بالكواليس وهو سفيان تقريبا يعرف ذلك جيدا برشا عباد تستنى احنا حتى السي راشد الغنوشي ماناش عارفينه باش يتقدم ولا لا رغم كل مره هو من بين هكا مره جماعه يطمنوه يقولوا له يا شيخ امشي رانا العباد تحبك وجماعه اخرين يقولوا له لا فلينتصر العقلانيه اللي فيك. هذوما الكل متقدمين على شنو؟ يحبوا يتقدموا رئيس الجمهوريه في اطار المنظومه الحاليه نتاع نظام نص نص. اليوم المعركه جوهريه، اليوم هذه ماهيش ازمه عابره، ازمه تعطيك دلاله للمعنى الهيكلي للازمه الموجوده في تونس في منظومه الحكم، باش يتواصل بالصيغه المائعه نتاع جميع شركاء وما بعضنا، تشوف الصوره انت الرمزيه اليوم، تشوف الصوره راهو حول تنازع السلطات، العباد الكل حاجه لساحه محمد علي. سي سفيان مشى لسي حافظ وهز وفد وقاعدين سي نور الدين حساب الكل حساب الكل سي نور الدين استقبل فيهم كما لو كان هو رئيس جمهوريه وبالفعل لانه اليوم بالفعل حتى لانه شنو اغزر لي تدخل الذيب لدارك الذيب ما تلومش عليه يدخل البيت النوم يحوس في الكوجينه تراش عندك بابا شنو ترتيبك اليوم شنو عملت الملح غاديك نقص علي الملح دخلته للدار. الاتحاد اصبح حزبا سياسيا ولا يمكن ان يلوم عليه اي احد ان يلعب دوره السياسي، انه اليوم يلزمك تشاورني، يلزمك تقول لي شكون الوزير، يلزمك تقول لي ايش باش تعمل، باسم الشراكه اللي هي شكليه، مش اللعبه لا في وثيقه كرتاج لا شيء، هذه وثائق هامشيه، الحقيقه في التبدل الهيكلي للادوار السياسيه منذ ما بعد 2011، تعرف معز اليوم يلزمك تنصت للنقابيين، رد بالك في مجالسهم، نقابي يقول لك نحن صنعنا 2011. ولا هم ما يبرر ذلك واحنا اللي منعنا الدوله في 2011 واحنا اللي ما حبيناش واحنا اللي حمينا الاداره في 2011 واحنا اللي حمينا نمط المجتمع. شكون بالنسبه اللي تصدى للترويكا خلينا شكون اللي قاد المقاومه المدنيه في حكم النهضه وكالتيار الداخلي والخارجي القوي اللي هبط اللي الربيع العربي هو مرحله الاسلاميين من اسقط هذا الخيار بالمقاومه المدنيه الجماهيريه مش المقاومه النخبويه نتاع الكعيبتين نتاع الحداثه وكل الحكايه لا الاتحاد العام توصل الشغل هذاك عليه اليوم فلنفكر فيما سيكون مستقبلا هيكله السياسه في هذا البلد بالطريقه هذه البلاد ما نجموش نواصل ونعملوا حتى شيء بالطريقه هذه السياسه فيها رابح وخاسر يا هما رابحين وهاتوا ياخذوا السلطه حزب عمالي علاش ليه في البرازيل حصل وتونس عندها تقليد قريب لدول امريكا اللاتينيه يتحولوا لحزب عمالي ويحكموا انا هكا نشوف دافع على الاتحاد اكثر من دفعت عليه انت يا جميل توازن شنو ما لكم مشكلتكم الخدامه لو مشكلتكم الانظمه الاجتماعيه نتاع الحمايه لو واحد تلعبوا في دور سياسي وعندكم الحق توا هذاك عليه رانا ما نجموا نتقدموا في البلاد هذه الا لمراجعه الادوار يا هما يا يوسف الشاهد واصلاحاته الليبراليه بوضوح. الحقيقه نحب نرجع الى التفاصيل وقبل ما نضع السيناريوهات نحاول نفهم ماذا حدث. اولا الحقيقه سي عماد الحمامي وزير ولكنه في نفس الوقت هو مسؤول المسؤولين الرئيسيين في حركه النهضه. انا الحقيقه نتابع نقول بانه من البعد الرمزي والمهم وان سي عماد اليوم بصفتيه كوزير عضو في الحكومة وكمسؤول في حركة النهضة يدافع بشكل واضح ومسؤول عن ما قام به السيد يوسف شاهد كرئيس حكومة وهذا بطبيعة الحال جزء من شعوره بالمسؤولية. ولكن أيضا أنا أتساءل أن البراغماتية اللي عند حركة النهضة واللي هي عنصر مهم في العمل السياسي إلى أين ممكن أن تصل بحركة النهضة؟ سؤال أطرحه وأتابعه لأنه
حركة النهضة تريد أن تكون عامل فاعل وشريك في السلطة وفي الحكم، بقى القطار ممكن يمشي إلى محطات بعيدة جدا خارج حتى الإطار الاستراتيجي وأهداف حركة النهضة. الموضوع الثاني اللي هو مرتبط، أنت حاولت تقلل من إقالة عبيد البريكي. أنا عبيد البريكي معناه أختلف معه في الأسلوب الذي أدار به الأزمة مع رئيس الحكومة. في بقعته ما نعملش تصريحات، ما نهددش، قول يا سيدي أنا هذه استقالتي. لكن ما الذي دفع يوسف الشاهد بأن يعجل ويقيل معناها عبيد البريكي وهو يعلم بأنه بعد سويعات سيأتيه باستقالته؟ أنا هنا ما نعتبرهاش عملية عفوية، هي عملية استباقية أراد من خلالها يوسف الشاهد أن يؤكد العديد من المعاني، أنه يحكم وبقوة وبجرأة، وثانيا أراد أن يبلغ رسالة إلى الجبهة الشعبية أو ما معارضيه ويقول لهم شو بتعملوا لي، أنا الذي أدير الآن الشأن السياسي العام. حب يوجه زاد رسالة للاتحاد العام تون شغل، لأنه مش يجي واحد يقنعني يقول لا ولا ما هوش حاطط في حسابه الاتحاد العام تون شغل، لا نقول لك معناها. والدليل على ذلك هو أنه بعد ذلك التصريحات اللي قالها تدل على أنه يريد أن يدفع بالحكومة وبالسياق السياسي العام في اتجاه محدد، وبعد ذلك تفضلي جا نتفاوضوا مع بعضنا كذا كان تحبوا نتفاوضوا. أي أن الغاية من العملية كلها هو أراد أن يصنع هو والذين يحيطون به أن يصنعوا من يوسف الشاهد الرجل القوي الذي سيقود هذه المرحلة الانتقالية الثانية. هنا أيضا مهم، يعني كما قال معناها برهان، مهم أن نعرف أنه إذا كان هو سيقود هذه المرحلة بهذه القوة وبهذه الزعامة، ولكن في نفس الوقت أين شركائه؟ وذلك علاش أنا ما نعتبرش أنه يوسف الشاهد سيكون له مستقبل سياسي خارج دائرة الشراكة والشركاء. ما يستطيعش، حتى لو أراد أن يلعب دور بن علي ما يستطيعش، لأن الوضع مختلف، ولأن الدستور مختلف، ولأن الرأي العام مختلف، ولأن المؤسسات مختلف، ولأن قواعد اللعبة مختلفة. يعني اللي بيش يلعب السكاكين الطويلة يعني أي ديمقراطية في إطار القوانين، في إطار، وأكبر حليف ليوسف الشاهد هي السلطة، لأنه على رأس السلطة وتعرف ذلك جيد. هو لن يبقى في السلطة إذا دخل في خلافات جوهرية مع شركائه، هو لن يبقى في السلطة إذا دخل في صراع مفتوح مع اتحاد العام تون الشغل، هو لن يبقى في السلطة إذا لم يعرف كيف يحترم قواعد اللعبة، ما كانش يولي خارج الزمان والمكان. هو ربما يحلم بذلك ومن حقه، ولكن أيضا إذا كان بدأ بالعثرات هذه، لأن اعتبر اللي قام به خطأ من حيث الشكل، لكن خطأ في الشكل ممكن يؤدي به إلى أخطاء أكثر خطورة. الآن المشكلة مع الاتحاد، زاد اتحاد الشغل، أنا وإحنا نحب نعرف ما الذي يجري داخل الاتحاد. إيش معناها؟ معناها الاتحاد في البداية منذ أن صدر قرار إقالة البريكي وقعت تصريحات وتصريحات حادة، وبدأ نشعر وكأن الاتحاد سيدخل في عملية قلب الطاولة على يوسف الشاهد وعلى الحكومة وسيستعيد المبادرة. فجأة معناها الأمين العام للاتحاد يقابل السيد يوسف الشاهد ويخرج به حديث قصير هذا يدعو إلى التهدئة. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث في قرطاج؟ وما الذي حدث في تلك الجلسة؟ وماذا ينوي الاتحاد؟ هل الاتحاد له سياسة مزدوجة في هذا الأمر؟ بمعنى أنه يرفع الورقة الحمراء، ولكن في نفس الوقت يمد يده لإدارة الحوار والتفاوض من أجل تحقيق الأهداف التي يضعها مسبقا. أنا معك في أن الاتحاد مهم في الله، يتحول إلى حزب سياسي ما أعتقد أنه هذا وارد في اللحظات القادمة، وقيادة الاتحاد هي تريد أن تدافع عن المبادئ أو السياسة متاحة، لكن غيرها الذي يحكم ويدير الشأن السياسي، وقيادة الاتحاد تريد أن تبني علاقة شراكة، أنت تقوم بدورك وأنا أقوم بدوري. هذا اللي أنا فاهمه من خلال سياسة الاتحاد. القصة الآن الكبيرة
واللي مانيش عارف كيفاش يقع التصرف فيها، لكن حكمة التونسيين باش يلعب دور فيها هي ما سمي بالمواضيع الصعبة، أي الاختيارات التي يريد الآن أن يدفعها، أي القراءة. يوسف شاهد له قراءة لوثيقة قرطاج، قراءة للاختيارات الاقتصادية والأولويات الاقتصادية، وهذه القراءة مختلفة عن قراءة الاتحاد ومختلفة عن قراءة حتى الشركاء له، إلا إذا كان هؤلاء الشركاء يقولون نحن مع نفس القراءة وبالتالي نحن مع هذه الإصلاحات التي ستغير أشياء كثيرة في البنية الاقتصادية والسياسية. صرح بها السيد رئيس الحكومة باش نحكيو على سي هامد. أنا برك حبيت نقول أنه معناها التحليل تاع برهان المرضية جانب الصواب، هربت ياسر بالموضوع، معناها ولينا نحكيو على انه يوسف شاهد مش ترشح للرئاسه 2019 اعتقد قناعتي انا شخصيا وتتحدث باسم اتحاد شغل انه مش يتحول الى حزب عمالي. قلت من رايي انه يلزم يتحول، خاطر وضعت البين بين هذه البلاد ما تنجمش تقدم فيها البين بين، وانه معناها مش ممكن هالتشاركيه في تونس، ما فهمناش الور كو اللي عملناه في تونس لحد الان كله كان بالتشارك وبالتوافق، وبالتالي ما عملنا حتى اصلاحات حتى جوستومون هذاك علاش مش مفاجئ أن وقت اللي رجال قابلت بعضها هدات الأمور، مش مفاجئ وما هوش طبيعي أن وقت اللي الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة في البلاد تعمل مؤتمر ويخرج أمين عام جديد أن الأحزاب الكل تمشي له وتهنيه، مش الخيابي حاجة غريبة. لا مش هذاك اللي في الأزمة، في الأزمة الحالية هذه تصور احنا اليوم هذه احنا أنا نقول لك ببساطة مع أنه اللي وقع مش بسيط، لو كان مش التصريحات اللي قام بها سيد عبيد البريكي بين نهار الجمعة والسبت تقريبا على ستة وسائل إعلام راهو لوقع على تحوير وزاري ولا غير، ما كانش مبرمج تماما. احنا في الحكومة عملنا مجلس وزراء نهار الجمعة كان في قرارات هامة متعلقة بالسكن الفردي وهذا في جانب اجتماعي، متعلقة بعقد الكرامة وهذا فيه جانب اجتماعي، متعلقة بالمصادقة على مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وهذا الأولوية الثانية في وثيقة قرطاج. والحكومة محضرة روحها نهار الأحد فما الحوار تاع السيد رئيس الحكومة اللي فيه البيلون متاع ستة شهور، الستة شهور اللي أرقام السياحة تحسنت والفوسفات تحسن والبي بي تحسن والنمو تحسن وال معناها النتائج بشكل عام فما تحسن فيها في ظرف ثلاثة شهور. أيضا التشاركية وقعت في قانون المالية أول مرة، ميزانية متاع 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 الإكزرسيس اللي جاي معناها يصير فيها ذلك المستوى من التشاركية، وأكثر من ساهم في ذلك كشريك هو الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، البقية كانت تحركات قطاعية ومعاهم هما وقع فرض مسألة أنه يلزم تقاسم التضحيات وناس كل تخلص وناس كل تدفع باش البلاد هذه ما نقعدوش في كل مرة ندين وباش ندافعوا على الموازنات. أما مع اتحاد الشغل كان وسمير يذكر هذا لأنه من القيادة السابقة معناها المسألة كانت تشارك خطوة بخطوة وكان فما ضرب عام بريفيو لـ 8 ديسمبر وما تعديت، رغم أنه مجلس نواب الشعب عنده كامل الصلاحيات باش يصادق وصادق فعلا وعن قناعة وكذا، ولكن مجلس نواب الشعب نفسه كان ليكوت متاع اتحاد الشغل لأنه اتحاد الشغل هو اللي يدافع على الطبقة الشغيلة وهو اللي يدافع على الخدامة وهو اللي يدافع على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وهذه مسألة نعتز بها جميعا سواء كنا في الحكومة ولا كنا في المعارضة ولا كنا في أي حزب سياسي. قوس صغير ما يتعلق بالحزب السياسي، السيد راس الغنوشي من اللي رجع لتونس صرح قال أنا لن أترشح إلى أي منصب سياسي والتزم بذلك ومش يقعد يلتزم به، وحتى أن القانون إلى أي منصب سياسي في الدولة والتزم بذلك، وما فما حتى قانون يمنعه مش هي ذاك القانون الأساسي تاع حركة النهضة اللي صادق عليه المؤتمر العاشر يسمح له باش يترشح في الانتخابات القادمة 2019 الرئاسية، ولكن كلمته والتزامه أقوى من القانون الأساسي تاع حركة يعني سي عماد حميد نجم تأكد لنا أني رجل الوشي لن يترشح الانتخابات 2019؟ نأكد لك بشكل جازم أن راس الغنوشي لن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، والباب مفتوح للجميع باش يتنافس على هذا وكل تونسي من حقه باش يترشح.
يوسف الشهاد ما اعلنش انه مش يترشح، علاش نحملوا فيه اكثر من هذا؟ قال الاولويه نتاعي في المرحله هذه هي تونس وهي الحكومه. بعد خلي المسائل توجيه، اليوم عندنا مواضيع بيناتنا، فما تعديل وزاري انا ناكد لك لو كان مش معناه الشيء اللي وقع من طرف السيد عبيد البريكي ما كانش يكون التعديل هذا بالمره. سامح ما كانش ينجم يستنى الاستقاله نتاعه، وما كانش ينجم يستنى الاستقاله وفات الحكايه على ويجنب معناها كل. انا ما نحبش نقول السيد عبيد البريكي شخصيا ما خالطوش قبل، تعرفت عليه بمناسبه الوزاره. وكانت عندي بها علاقة ودية بشكل معناها ما تصورش في بالي، وما كنتش وحدي، جميع الزملاء كانت علاقة، عنده علاقة ممتازة جدا مع السيد رئيس الحكومة، أيضا حسب ما يبلغني مع السيد رئيس الجمهورية، ما فما حتى إشكال، ما فما حتى مؤاخذة للأداء نتاعو، ما كانش محسوب على اتحاد شغل، اتحاد الشغل ما عندوش وزراء في الحكومة، ما كانش محسوب على حتى عائلة سياسية، وكان يتصرف بنزاهة وبكفاءة وإلى آخره. الحقيقة أنه التصرف اللي قام به ما يتقبلش. مانيش أنا خذيت القرار، سيد رئيس الحكومة أخذ قرار وتحمل فيه مسؤولية. أنا نظن أنه واحد يبدأ يقول هاني مش نستقيل، هاني مش نمشي رئيس الجمهورية، هاني مش نتشاور مع الأمناء العامين متاع اتحاد الشغل ويدور على وسائل الإعلام ما نحبش نقولوا كلام هذا لأنه يمس من شخص سي عبيد البريكي اللي تعاشرنا مع بعضنا وكلينا الماء والملح. وعلى كل حال أنا نظن مازال عنده مستقبل سياسي كمسؤول في الموقع اللي يحب عليه هو، في الموقع اللي ربما يختاره، والدنيا ما وقفتش عند المسألة هذه. وأنا نظن باهي أنه يكون فما احترام لهيبة الدولة، وأنه يكون فما احترام لطقوس العمل الحكومي والعمل لو كان حتى في اتحاد الشغل. أمين عام مساعد اليوم يقوم بخطأ معين، مش كما كاتب عام تاع نقابة، مش كما منخرط عادي، معناها المسؤولية وكل واحد فينا ينجم يغلط. واضح سامي. طب كلمة سي عبد العزيز. معز خليني نعلق على برهان، نحب نعلق على برهان لان اليوم برهان حسيته مش في فورم، ما نعرفش ممكن مركز على الدربي غدوه ولا عاده. عليه في فورم انا حسيته ماهوش كالعاده برهان الليله. حسيته في فورم. لا خاطر اللي يحكي برهان اللي اليوم معركه تحتاجها البلاد، واليوم معناها هنا نحسوا الحديث بعيد شويه على الواقع وبعيد على الحقيقه، لان اليوم الوضعيه نتاع البلاد ما نظنش اللي اليوم رئيس الحكومه ما يعرفش وضعيه البلاد الاجتماعيه والاقتصاديه. واحد، اثنين، ما نظنش اليوم رئيس الحكومه يقرر باش يعمل مصادمة ولا باش يعلن حرب ولا باش يعمل كذا مع اتحاد الشغل وهو أهم شركاء السياسيين والأحزاب السياسية ما وقعش استشارتها في الموضوع هذايا، وما وقعش اللي باش يعلن حرب على الأقل يحضر روحه. معناها الكلام توك يحكي برهان وكأنه مخطط العملية، والتحوير هذا جاي بمخطط وجات لفرض شخصية مسكينة. شفرة شخصيته اليوم يوسف الشاهد، إذا إنسان ينوي باش يعمل حاجة كيما هكا يلزم يحضر لها، نظنش والا تسمى مجازفه سياسيه وبشعر اخرى. دونك هذه الاولى. اثنين، كيف بدنا نسمع في الاخرين هو يحب يصنع شخصيه، يحب يبين اللي هو رئيس حكومه قوي، هذا من حقه لو كان يحب يعمل. من حق اليوم رئيس حكومه زاد باش يبين اللي هو قوي، من حق رئيس حكومه اليوم باش يبين اذا يحب يقود البلاد اليوم، هو اللي يقود البلاد اليوم دستوريا، واذا فما اصلاحات هو باش يقودها كرئيس حكومه، من حقه يبين اللي هو قوي، ماهيش هذه حاجه باش نلوموه عليها نقولوا اليوم والله رئيس الحكومه يحب يبين لنا اللي هو قوي ولا كذا. ديما نعاود ناكد التصرفات اللي قام بها لدى تونس ولا زياره مشى لاتحاد الشغل ولا مشى لمقر حركه النهضه، لان خايفين اليوم على وثيقه كارتاج، ولان نعرفوا اللي فما برشا اطراف سياسيه اليوم باش تبدا تشكك في الوثيقه. وبدينا نسمعوا اليوم في التصاريح نتاع اللي شكوا في وثيقه كارتاج، وهو هنا التحوير ومسير وثيقه كارتاج. واليوم كما جيناش نحكيوا اللي فما ازمه، ما تلموش اليوم بلاتو، العنوان هو مكتوب لنا ازمه بين الاتحاد والحكومه. وهذا نرجع لكلام رئيس الجمهوريه قبل باسبوع في حوار تلفزي، قال ما فماش حكومه وحده وطنيه بلا اتحاد. دونك احنا خايفين على حكومه الوحده الوطنيه، خايفين على وثيقه كارتاج، يلزم الناس الكل تحاول كل واحد من بلاصته انه يعمل اتصالات باش ما نوصلوش للازمه هذه، وباش نقصوا من حد، لان فما ناس تحاول تستغل هالازمه هذه، وباش يطلعوا لنا عباد من هنا الغدو تسمعوا دعوه الى حوار وطني جديد واسقاط حكومه، ولازم الناس الكل ترجع على طاوله التفاوض ونرجعوا كذا. احنا ما نحبوش نخليه، لان لازم يعرفوا الناس الوضع الاجتماعي. ما فماش مطلب حوار وطني جديد راه. صحيح شكون طلب؟ اي ما رضا بالحاج، هذه رضا بالحاج طلب حوار وطني جديد، هذا نسمعوا سيد رضا بالحاج شنو قال. ما تبركش بها سي عبد العزيز هذه.
التحوير هذايا جاء متسرع وما رعاش التوافقات والاتفاقات اللي وقعت في وثيقة كارتاج، ما وقعش بطريقة تشاركية، ووقع فيه مساس بالتوازنات العامة في الحكومة. واعتبرنا أنه تغيير عضو في الحكومة من الاتجاه النقابي بعضو من مقرب من منظمة الأعراف فيه مس من التوازنات هذية في تركيبة الحكومة متاع الوحدة الوطنية. هي اليوم وثيقة كارتاج تستدعي الترميم وتستدعي النقاش وتستدعي حوار وطني آخر. حوار وطني على الوثيقه، على وثيقه كارتاج. ترميم، هو يقول ترميم وثيقه كارتاج. احنا ديجا حكيناه في البيان نتاعنا. كنا نقولوا فيه ديجا الكلام. اي احنا حتى في البيان نتاعنا قلنا ماذا بين الاطراف الكل تقعد للمنذ على وثيقه كارتاج وتحكي حتى في الاصلاحات اللي باش تقدم عليها الحكومه، لان الاصلاحات اليوم زاد كيف كيف، لان راهو اسمع اليوم زاد الشعارات اللي قاعدين نرفعوا فيها اصلاحات اصلاحات، حكومه مرتعشه ما تحبش الحكومه تقدم باش تعمل اصلاحات. يجوا من حكايه البنوك العموميه اللي كلات نحكيو عليها بعد قليل، بعد قليل نحكيو عليها بعد قليل. هذا حاجه صغيره التفاعل مع الجماعه. تفضل لنا، تفضل استاذ عزيز. اي عايش مولانا ولا جمعيتك؟ لا ولا جمعيه بالطبيعه، هذا كلام توا. اي لا باش نوضح حاجه، انه عادي جدا انه سي عماد لازم يتكلم، هو وزير، وسي سفيان وهو رئيس كتله بتاع الحزب الحاكم، عادي جدا، وانا اقدر واجب التحفظ اللي عنده، لكن لازمكم تقدروا احنا هنا مهمتنا ان نتكلموا خارج اطار هذا التحفظ. اذا كان نتحدثوا على سكاكين نحن لا ندعو لها، نحن عايد السياسه صراع امانه، يعني ياسر تتحدثوا بشكل يعني طهوري نبوي، كاننا نحبوا بعضنا الناس كله ماشيين في المرحله الجميله هذه اللي خرجه بتاع مرح ونزهة في حقل ومش نروحوا الناس كله خيان. اي كي الوضع هكا شبيه البلاد ما تقدمش في السنوات الاخيره، في صراع، يعني كي يقولوا في صراع مش عيب راهو، يعني سي عماد كي يقولوا في صراع، كي يقول انا اعتقد ان يوسف الشاهد وغيره كثير يحضروا واحد من الاستحقاق الرئاسي ماهيش سبه، من حقهم، وبل بالعكس من حقه، انا اعاين والاحظ واصف، يعني بالتالي راهي المنطقة التعفف هذايا مش على خلفيه منطقة التعفف، منطقة التعفف مش تحويل وزاري. انا حبيت نوضح لك منطقة التعفف. ليه سيدي يا اخي شكون ملا يحضر روحه للانتخابات الرئاسيه؟ ملا شكون الملاعبيه بتاع الكوره ولا المغنين؟ مو السياسيين هذوما، وعلى راسهم سي يوسف شاهد وغيره كثير، معناها من العباد اللي موجودين اليوم ويأثروا في الساحه السياسيه. بالتالي انا كي قلت راهو اشك 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 مش ادعو اشك أنه منطق الشراكة الفضفاضة العايمة الهايمة باش ما نقولش المايعة اليوم بين بالكاشفة نطيل 6 سنوات عطلت الإصلاحات، لأنه بمنطق الأشياء الطبيعية السفينة نجموا قدوها بالشراكة والناس كل تعطي رأي، وإحنا داخلين في الأيسبرغ وأنتم مقدرين صعوبة الوضع، إحنا داخلين في الأيسبرغ. لا لا اسمعني بربي قد ما تميلش بيها 30 درجة على اليمين إلا ما تشاور الأولاد اللي قاعدين الكل 30 شركائك في السفينة، ما نجموش. هذاك عليه أنا أعتقد أن البلد في حاجة دي، وهذا ديمقراطيا راهو ديمقراطيا تصفية في الـ في الـ في الـ العائلة الجمهورية في فرنسا وقت اللي جات العركة وكان يلزم قتلين الأب واحد يستثمر السلطة ويقتل الناس الآخرين سياسيا، عملها ساركوزي، قتل شيراك وقبلها بلادور وقبلها كذا واستفرد البلد. أنا أعتقد ما نعرفش انت تشوف هذه رؤيه انه ما نجم نقدمه كان بالشراكه، انا اشوف ما نجم نقدم كان بالجهه السياسيه القويه اللي تحاسب نجيك سي عبد العزيز، لكن بعد فاصل تمشي بالاصلاحات وتتحمل مسؤوليتها. باهي نجيك سي عبد العزيز لكن بعد فاصل قصير.